السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، عدنا والعودة أحمد يا جماعة من باب منصور يا إخواني يا أخوات، من الهديم مدينة مكناس من العاصمة الإسماعيلية مدينة الملوك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخوات، عدنا والعودة أحمد يا جماعة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة يا رب العالمين، والسعادة لقلوبكم الطيبة، وشكرا جزيلا الشكر. إخواني أخوات، لالا عدا يا إخواني أخوات، أم الكوتشي أم الكوتشي، واجمع كل شي بدا دير الشي يا أم الكوتشي، جمع كل شي وبدا دير الشي. وهنا سنعمل معكم جولة في لالا عدا، ونتذكر تلك الأيام، نتذكر تلك الأيام التي مضت، تلك الأيام التي كنا دائما ندافع عن الصلح، ندافع عن الحق في موضوع ذات موضوع قديم أمام المحكمة الابتدائية بلالا عدا. واليوم أتعطنا الفرصة أن نعمل جولة ونتذكر تلك الأيام الماضية التي مضت، والحمد لله غيرنا المحتوى، ذاك المحتوى غيرنا المحتوى إلى الرحلات ثم إلى جولات، وتركنا محتوى الذي هو موضوع الساعة. لالا عدا يا إخواني يا أخوات، وتبقى الذكريات الجميلة. ونعم نتذكر دائما ونحييكم بأن ملك شيء أجمع كل شيء بضد الشيء، يا ملك شيء، يا ملك شيء، أجمع كل شيء، جمع كل شيء، جمع كل شيء، يا ملك شيء، جمع إصلاحات يا إخواني يا أخوات. كما قلنا لكم إصلاحات، هنا مدرسة الإمام البخاري، مدرسة الإمام البخاري يا إخواني يا أخوات. هنا أيضا ملكوتشي، جمع كل شيء. هنا يا إخواني يا أخوات منطقة سياحية، منطقة تستحق الزيارة، ملكوتشي. هنا أيضا يا إخواني يا أخوات سنأتيكم في هذه المناظر الجميلة، الذكريات التي تجاد في هذه الأسوار. وهنا سنحيي معكم دائما جولتنا تستمر، ولكم موسيقى اسمع ونتكلم قليلا ونصص كثيرا. القصر الملكي يا إخواني يا أخوات على اليمين، القصر الملكي على الشمال أيضا يا إخواني يا أخوات، هذا هو القصر الملكي يا إخواني يا أخوات مدينة مكناس، سيلو بالا رويال مكناس. والأغنية تكلم ركب لمين، مبقاش اشتقاء، فعلا أكيد مبقاش اشتقاء، أكيد مبقاش اشتقاء. ما بقاش اشتقاء، وأهل الخير قليل وأهل الشر ما أكثرهم. هذا هو القصر يا إخواني يا أخوات كما تشاهدون، هذا هو القصر كما تشاهدون،
أوكي. نتكلمنا على مدينة مقناس وقلنا لكم مدينة الملوك العاصمة الإسماعيلية، وأنتم تشاهدون الأسوار. تركها مولاي إسماعيل في مدينة مقناس، وتركها المدن الملوك في مدينة مقناس. ومقناس دائما إخواني أخوات من حسن إلى أحسن. عدنا إلى الرمزيل يا إخوان يا أخوات، دائما جولتنا تستمر ونحن في الرمزيل والأغنية تتكلم. ما بقاتش ثقة يا إخوان يا أخوات، رقم الأمين ورقم وسيغ الدار. والحمد لله هناك أهل الخير وهناك أهل الشر، ونتمنى إصلاح الجميع. وجولتنا ستستمر من مدينة حامرية، وتستمر جولتنا. واسمع وتسمع واحد السؤال، شكون يقول لي ماذا تعني 90 لما تجد في السيارة 90 معلقة كما تشاهدون على اليسار، 90 معلقة في السيارة، ماذا تعني يا إخوان يا أخوات؟ إن الناس اللي يهتمون بالسياقة ولهم معلومات على السياقة، ماذا تعني 90؟ ماشي غير نوض أعمل 90، راه دعم 90 في السيارة، راه عندها شروط وعندها شروط، وما هي الشروط؟ وماذا تعني 90 في السيارة؟ أنتم تشاهدون السيارة أمامي. فيها 90 معلقة 90، علاش؟ واش كتعني 90؟ وطوبيس أمامكم، الطوبيس أيضا أمامكم. كناس أوبري بار سيتي بوس ترانسبور جروب، وي نفهم ثلاثة يا إخوان يا أخوات يربطوا، أظن ثلاثة يربطوا بين العديم، أظن واش البساتين لا أظن، يعني لا أستعمل الطوبيس منذ سنوات، ولم أستعمل الركوب على الطوبيس لأنني دائما قهوتي بعد أن أشرب قهوتي معكم. بسم الله، قهوتي أشرب قهوتي ونستمر في الموسيقى. حمرية يا إخوان يا أخوات، كما تشاهدون حمرية يا إخوان يا أخوات، هناك معرض أو هناك لقاءات، وإن شاء الله سنأتي لهنا لنعرف
لنتعرف هذا المعرض أمامنا هنا في مدينة حمرية، سنزورها إن شاء الله ونتعرف وننشر لكم هذا المنظر اللي شاهدناه أمامكم وتشاهدون. لا تنسى أعمل معكم جولة نسمع موسيقى. هانتم يا إخواني يا أخوات، المعرض جهوي للكساب. أوكي، المعرض يا إخواني يا أخوات الجهوي للكتاب. لأن يا إخواني يا أخوات فقدنا القراءة وفقدنا الكتب، واهتمنا الكثير بالكثير بالعنكبوتية، بالشبكة العنكبوتية، وتركنا الكتاب وفقدنا القراءة، والقليل لا إلا القليل من يهتم بالقراءة، أما الكثير فلا يهتم بالقراءة. إذن مشكلة الكتب يا إخوان يا أخوات. وشكرا، نتمنى شكرا لهذا المعرض، معرض الكتاب، في من نبيل أيضا الفيسبوك، الفيسبوك يا إخوان يا أخوات، الفيسبوك هي ترجمة، هي وجه الكتاب، سي فاس أند بوك. فيسبوك هي فاس اند بوك، هي وجه الكتاب، وجه الكتاب. إذن احنا عدنا للطريق على عملنا جولة شرفية على المعرض الجهوي كناس فاس، معرض الكتاب. إن شاء الله سأخذ وقتا إن كان ممكن وسأتي إلى هذا المعرض وسأعمل لكم فيديو إن شاء الله من المعرض. إذن نستمر في موسيقتنا، وتركنا المعرض وموسيقى المعرض، وإن شاء الله تحتنا الفرصة سنأتي إلى المعرض وننشر لكم الجديد في هذا المعرض الكتاب. رغم أننا فقدنا الكتاب وفقدنا القراءة والكتابة، نتمنى إن شاء الله أن ترجع المياه إلى مجاريها، ثم نرجع لقراءة الكتب.
اخواتها. طريق فاس يا إخواني يا أخوات، طريق فاس، طريق فاس يا إخوان. متذكر تذكرون الحمام يا إخواني يا أخوات، نحن وصلنا إلى الحمام، وصولنا يا إخواني يا أخوات إلى الحمام، وإن كانت الظروف ملائمة سنعمل لكم أيضا لقطات مع الحمام. سنعمل لقطات مع الحمام إن كانت الظروف إذن. عدنا لكم يا إخواني يا أخوات، عدنا لكم بالحمام، عدنا لكم بالحمام يا إخواني يا أخوات. والحمام يدل على السلم والسلام، الحمام يدل على السلم والسلام. مدينة مكناس من العاصمة الإسماعيلية المملكة المغربية، مدينة الملوك حبر يا إخواني يا أخوات. ونحن مع الحمام، والحمام يا إخواني يا أخوات يدل على السلم والسلام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. الحمام يا إخواني يا أخوات، والحمام يدل على السلم والسلام. مرحبا بكم جميعا في مدينة مكناس، مرحبا بكم في القناة الصغيرة المحترمة. سوي لي بيان فيني شينو لي فرار من سير مطبي جميع سيدي كوتش من تسويت تليكسيلونت في بلان دي سنتي بلان دامور بلان في سوتريز. سوي لي بيان فيني شينو مي فرار من سير جميع سي بوكو من المتسويت. أوكي شكرا لك. إذن إخواني أخوات، شكرا الأوفياء، شكرا المتتبعين لقناة المواطن على قناة الصغار المحترمة، شكرا لكم وشكرا جزيلا الشكر. شكرا الأوفياء، شكرا الناس الأعزاز المتتبعين لهذه القناة الصغيرة المحترمة، أحييكم وأتمنى لكم دائما السعادة وطول العمر وذرية صالحة إن شاء الله. ومع الحمام يا إخواني أخوات، والحمام يدل على السلم والسلام. الحمام يدل على السلم والسلام يا إخواني يا أخوات، من مدينة مكناس من العاصمة الإسماعيلية المملكة المغربية مدينة الملوك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. مرحبا إخواني يا أخوات، مرحبا بالناس الأعزاز، مرحبا بالأولاد الصغار يلعبون مع الحمام. الحمام يا إخواني يا أخوات، من مدينة مكناس تركنا الحمام في تركيا إسطنبول، ونحن في المغرب نجد أيضا الحمام. الحمام يدل على السلم والسلام، الحمام يدل على السلم والسلام. أنتم يا إخواني يا أخوات، الولد الصغير يلعب مع الحمام. خشي وحده خذ، شتي وحده شد. انتم يا اخوان يا اخوات، شكرا لمن يساهم في هذا المنظر الجميل، شكرا لكل من يساعد في هذا المنظر الجميل، شكرا للناس الطيبين، شكرا للناس الاعزاز، شكرا للاوفياء، شكرا للمتابعين هذه القناه الصغيره المحترمه.
الأولاد الصغار مع الحمام، والحمام يدل على السلم والسلام يا إخواني يا أخوات. الحمام يدل على السلم والسلام. الولد الصغير يلعب مع الحمام، إذن هناك سلم وسلام، وهذا الحمد لله. بلدنا بلد الخير، بلد الخيرات، بلدنا بلد الثقافة، بلد العلم، بلد النور، بلدنا بلد السعادة، تحت شعارنا واحد: الله، الوطن، الملك. شكرا لكل من ساهم في هذا الخير، شكرا لكل من ساعد في تغذية الحمام، شكرا لمن يحب الحمام، شكرا جزيل الشكر. والأولاد ما شاء الله يضحكون مع الحمام، والأولاد يبتسمون مع الحمام. إذا هناك سلم وسلام بين الإنسان والحمام، هناك سلم وسلام بين الحمام وأهل الحمام. شكرا لكم، شكرا للناس الطيبين، شكرا للناس الأعزاز، شكرا لكم، شكرا جزيل الشكر، شكرا لكم إخواني أخوات، شكرا لتتبع هذه القناة الصغيرة المحترمة داخل الوطن الحبيب وخارج الوطن الحبيب. شكرا للأوفياء، شكرا لكم، شكرا لكل من ساهم في هذا الخير. الحمام يا إخواني أخوات تركناه في تركيا إسطنبول، تركنا الحمام في تركيا إسطنبول، واليوم في مدينة مكناس نحن مع الحمام. إذن الحمام يدل على السلم والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى الأفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى الأفضل الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا الذرية الصالحة، اللهم ارزقنا الذرية الصالحة واشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين، والسعادة لقلوبكم الطيبة. وشكرا جزيل الشكر إخواني أخوات داخل الوطن الحبيب وخارج الوطن الحبيب. شكرا لمتتبع الأوفياء لهذه القناة الصغيرة المحترمة، شكرا لمن ساهم وساعد بكلمة طيبة، شكرا لمن ترك تعليقا جميل، وشكرا لمن ترك تعليقا سلبيا، شكرا لمن يحبنا وشكرا لمن كرهنا. نحبكم جميعا، نتمنى لكم الخير جميعا بدون استثناء، ونتمنى لكم دائما السعادة وطول العمر والذرية الصالحة إن شاء الله ما شاء الله. والحمد لله والشكر لله على هذا الخير ما شاء الله. شتي وحده، شتي وحده، شتي يلا يا غانت المرخوت، غانت السلم، غانت السلم خوتي بين الحمام والإنسان. إذا هناك سلم وسلام وهناك راحة في البال، غانت نلعبوا شوية احنا مع الدراري الصغار مع الحمام، ونحيي ذكرياتنا الجميلة. رغم أن يعود الشباب يوما ما، لك لحق يغمض عينيه، لك لحق يغمض عينيه، لكن تبقى الذكريات لا تموت إخواني أخوات. وشكرا لكم جزيل الشكر إخواني أخوات داخل الوطن الحبيب وخارج الوطن الحبيب. ما تبقى نقول لكم مع السلامة.